ماذا سيحدث إذا توقفت عن شرب القهوة لمدة شهر؟ القهوة مشروب معقد ولذيذ، وقد كانت موضوع العديد من الدراسات التي حاول فيها العلماء معرفة كيفية تأثيرها على صحتنا. يزعم البعض بأن كوباً ساخناً من القهوة في الصباح ليس له سوى تأثير إيجابي على أجسامنا، والذي يساعدنا على بدء يومنا، لكن آخرون يحذروننا من أن استهلاك القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة في المستقبل. ولكن الحقيقة وكالعادة تكمن في مكان ما بين الاثنين. ستتفاجأ بالتغيرات التي قد تحدث لجسمك إذا توقفت عن شرب القهوة لمدة 30 يوماً. ولإثبات ذلك أعددنا تجربة وأجريناها خصيصاً لك، وكمكافأة سنريك كيف يبدو فنجان القهوة في بلدان مختلفة. لكن أولاً سنتحدث عن التجربة ومذكرات الفتاة التي شاركت فيها. كنت أبدأ يومي بالقهوة منذ بضع سنين ولا أتخيل صباحي بدونها، ومع ذلك كنت أتساءل ما الذي سيحدث لو تركتها. لم أجد أي معلومات محددة على الإنترنت، لذلك قررت التحقق من الأمر بنفسي، والآن سأشارك انطباعاتي مع مشاهدي الجانب المشرق. الأسبوع الأول: كان اليوم الأول أصعب يوم، لم أستطع التركيز وأردت النوم فقط. وعلى مدار الأسبوع جربت أطعمة مختلفة مثل الشاي الأخضر والشاي بنكهة الفواكه والهندباء البرية والفواكه وسلطة البندق، وقد ساعد بعضها. حدث كل هذا لأن الكافيين مادة مسببة للإدمان وتؤثر على دماغنا بشكل كبير، وبما أن كيمياء الدماغ تتغير فإنه يبدأ في طلب كميات أكبر من الكافيين للحصول على النتيجة المرجوة. وعندما توقفت عن استهلاك القهوة لم أعطي هذه النتيجة لدماغي، لكنني تمكنت من إطعامه أقل ما يطلبه عن طريق شرب الشاي والهندباء البرية. الأسبوع الثاني: شعرت برغبة كبيرة في شرب القهوة في بداية الأسبوع، وكدت أن أضعف وأقوم بذلك. لم تعد الهندباء البرية تساعد الآن، لكني قاومت الإغراء وفخورة لقدرتي على ذلك. في هذه المرحلة وصل الجسم إلى الحد الأدنى، وهذا هو السبب في أن استهلاك الهندباء أصبح بلا فائدة، وهذه المرحلة في الواقع هي الأصعب، ومن الممكن أن تظهر بعض الأعراض مثل التعب والصداع وحتى تقلبات المزاج. الأسبوع الثالث: بدأ يصبح من السهل جداً علي الخلود إلى النوم في الليل دون الحاجة إلى التقلب ساعة على السرير. ينبغي أن أعترف أن هذا التغيير جميل جداً. يستمر مفعول الكافيين لمدة 6 ساعات تقريباً، وإذا شربت القهوة قبل أقل من 6 ساعات من النوم فسينتهي بك المطاف مستلقياً على السرير ومستيقظاً، ونتيجة لذلك ستشعر بالتعب في الصباح لأنك ستحتاج إلى جرعة إضافية من الكافيين وستستمر الدورة. لهذا السبب عندما تتوقف عن شرب القهوة يتكيف جسمك مع نمط الحياة الخالي من أي كافيين، ويصبح نومك أعمق وأفضل. الأسبوع الرابع: أصبح النهوض للعمل أكثر سهولة أيضاً. أحتاج إلى الاستيقاظ في 6 صباحاً للقيام بكل شيء، لكني كنت أضغط زر الغفوة 3 مرات على الأقل. وعلى الرغم من أن العديد من المصادر تدعى أن القهوة هي المصدر الرئيسي لمضادات الأكسدة، على الرغم من أن ذلك ليس الحقيقة الكاملة، فجميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها تأثير سيء على الصحة على المدى الطويل، وهذا السبب في أنه عند الإقلاع عن استهلاكها أو استبدالها بشرب المزيد من الماء يبدأ الجسم في الحصول على المزيد من الطاقة الطبيعية التي تؤدي إلى صحة أفضل ونوم أفضل ومظهر أفضل. ماذا أعطتني هذه التجربة؟ نوم أفضل. أصبح نومي عميقاً وأصبحت أشعر بالراحة بعد 6 ساعات من النوم. هذه النتيجة لوحدها كافية لأن أقطع القهوة. المزيد من الطاقة: اتضح أن الجسم المستريح لا يحتاج إلى قهوة للاستيقاظ. لاحظت أيضاً أنني أصبحت أكثر هدوءاً بشكل عام،
وعلاوة على ذلك زادت الإنتاجية لدي بسبب عدم قضاء الكثير من الوقت في الاستمتاع بفنجان آخر من القهوة. هل يمكنك تخمين مقدار الوقت الذي نقضيه في توابير المقاهي؟ مظهر أفضل، جعلني النوم الصحي أبدو منتعشة وتخلصت من الهالات السوداء تحت عيني، علاوة على ذلك تبدو أسناني أكثر بياضاً وصحة. بيئة أنظف، هل يمكنك تخيل كمية النفايات الناتجة عن استهلاك القهوة؟ الآن أشعر بأنني أهتم بالبيئة وأساعدها إلى حد ما. مزاج أفضل، يشعر كثير منا بالعصبية إلى أن يتناولوا أول رشفة من القهوة. عدم استهلاك الكافيين يقضي على ذلك الصعود والهبوط في المزاج، ونتيجة لذلك أصبح لدي مزاج جيد دائماً، حسناً في أغلب الأحيان. لا مزيد من الإدمان، أعترف أنني سمحت لنفسي بشرب القهوة في مكانين مختلفين في يومين التاليين لنهاية التجربة، وهل تعلم؟ لم يكن شيئاً مميزاً على الإطلاق. كيف كنت أحب القهوة في الماضي؟ الأمر الأكثر أهمية، اتضح أنه لم تكن القهوة ما كنت أحبه كثيراً، بل طقوس تخميرها وشربها في الصباح أو في العمل. يمكنك استبدال ذلك بسهولة بروتين أكثر فائدة. هل يمكنك التفكير في أي روتين مفيد؟ شاركنا أفكارك في قسم التعليقات أسفل الفيديو. كل ما نحتاجه تلك الملذات الصغيرة في روتيننا اليومي، هدفي هو التفكير في المزيد من هذه الملذات لنفسي. شاي الزهور أو الزنجبيل أو العسل أو أيًا كان، اضغط على زر الإعجاب إذا كنت بالفعل أحد أولئك الذين يتبعون نمط حياة صحي. ملاحظة، بالمناسبة لا أرغب في ترك القهوة تمامًا، لن تكون عادة بل مناسبة. سأستمر في شربها مرة أو مرتين في الأسبوع، وينبغي أن تكون قهوة جيدة. السبب وراء ذلك هو أن شرب أكواباً صغيرة من القهوة في بعض الأحيان له بعض الفوائد مثل زيادة اليقظة وتحسين وظائف الذاكرة. هل أعجبتك هذه التجربة؟ إذا كان الأمر كذلك، اضغط على زر الإعجاب. سنكون سعداء لسماع نتائج إقلاعك عن القهوة لمدة شهر، ستشاركها معنا، أليس كذلك؟ حان الآن موعد المكافأة. كيف يبدو فنجان قهوة في البلدان المختلفة؟ كل بلد وحضارة تقريباً له طرقه الفريدة في تحضير القهوة. قمنا ببعض البحث وجمعنا عدداً قليلاً منها، وهي مذهلة بالفعل. قهوة البيض، فيتنام. المكونات الأساسية هنا هي صفار البيض والحليب المكثف والسكر والقهوة الساخنة. قهوة ليبالاند، فنلندا. يتم وضع نوع محلي من الجبن في الكوب قبل إضافة قهوة. إسبريسو، إيطاليا. الوصفة الكلاسيكية مع شريحة إضافية من الليمون، ولكن يجب تسوية الليمون بمعلقة على جانب الكوب أو قاعه أولاً. لغريما، الأرجنتين. تضاف بضع قطرات من القهوة القوية لبعض الحليب الرغوي. قد يكون الوصف أكثر دقة إذا قلنا حليب مع القهوة بدلاً من العكس. قهوة بونبون، إسبانيا. هذه القهوة هي الإسبريسو ولكن مع الحليب المكثف. خلط الإسبريسو مع الحليب ينتج شيئاً مميزاً. القهوة المتبلة، المغرب. ينتج طحن خليط من التوابل بما في ذلك بذور السمسم والفلفل الأسود وجوز الطيب مع حبوب القهوة العادية، مشروباً عجيباً لكنه قوي جداً. القهوة مع الشاي، هونغ كونغ. هذا الخليط من القهوة وشاي الحليب يترك انطباعاً قوياً من الرشفة الأولى، ويتم عمله باستخدام 4 حصص من الشاي الأسود والفلفل والحليب المكثف وحصتين من القهوة. فرابيا، اليونان. تنتج القهوة والآيس كريم والحليب المكثف وبعض الماء المثلج البهجة اللذيذة التي تعرف بالفرابية. فاريسيار، ألمانيا. تم اختراع هذا المشروب في ألمانيا لإخفاء وجود الكحول في التجمعات العائلية. القليل من الرم المخفي تحت كمية كبيرة من الكريمة المخفوقة مع القهوة. كافيه توبا، السنغال. أثناء عملية التمحيص يتم إضافة فلفل غينيا إلى الخليط، ويتم تخمير الشراب نفسه بنفس طريقة تخمير القهوة العادية. قهوة بالثوم والعسل، تركيا.
هذا المشروب شهير في تركيا ويشار إليه أحياناً باسم وصفة مور القديمة، قهوة بالبرتقال جامايكا. بالإضافة إلى شريحة برتقال، تحتوي القهوة الجامايكية أيضاً على قليل من مشروب الروم المحلي لتقديم مشروب لذيذ وممتع. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب. إذا حصل هذا الفيديو على 50,000 إعجاب، نعدكم بعمل فيديو عن مواقف الشعوب تجاه القهوة في البلدان المختلفة. انقر خيار الاشتراك للانضمام إلينا على الجانب المشرق.